صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1440 جاء فيه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1440 هجرية تعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم من عام 1440 للهجرة الموافق للحادي عشر من شهر سبتمبر 2018 ميلادية.